يكفي كلام مع التغيرات المناخية. جاء وقت الفعل. شنو نقصد كي نقول مواجهة التغيرات المناخية؟ الكلنا نعرفوا اللي الطقس كان ديما عنده تأثير كبير على حياتنا، وحتى التوى نجمنا نتأقلموا مع التغيرات اللي صارت. مالا شنو الجديد اللي تبدل اليوم؟ مش خير كان ركزنا على أولويات أخرى كيما التعليم، البطالة والتنمية الاقتصادية. من غير حتى شك، تطور المناخ عمره موقف، والتغيرات اللي صارت المدة هذه بسبب انبعاث غازات كيما ديوكسيد الكربون والميتان واللي هما يزيدوا في ظاهرة الاحتباس الحراري، صاروا في فترة زمنية قصيرة برشا وخلاو درجة الحرارة متاع الأرض تزيد. والتغيرات هذه ولدت تأثيرات كبيرة وخطيرة. الأنهار الجليدية تذوب أسرع من العادة، ومستوى سطح البحر في ارتفاع، والجفاف وغيره من الكوارث كيما الأعاصير نجم تولي تتعاود أكثر من العادة. وهالتغييرات زادة تنجم تهدد الناس في حياتهم ومسكنهم، وتدمر البنية التحتية، وتقطع الاتصالات والمبادلات التجارية، وتهدد زادة نجاح التنمية، وفي أغلب الحالات الفقراء والمهمشين باش يكونوا أكثر ناس متضررين. اللي صار صار، التغير المناخي ولا واقع، وإذا السبب هو طريقة عيشتنا والأنشطة الاقتصادية متاعنا، زعم الحل ما يكون كان بالتنقيص من انبعاثات الكربون، لنفرض أنه وقفنا انبعاث الغازات اللي تتسبب في الاحتباس الحراري. أش نعملوا في السخانة إذا كان الغازات المنبعثة في الجو موجودة وبكمية كبيرة؟ هذاك علاش يلزمنا نقصوا من انبعاثها، وفي نفس الوقت نتأقلموا مع التغير المناخي اللي ما عادش نجموا نهربوا منه. والسؤال، كيفاش نتأقلم على قاعدة وإحنا ما نعرفوش بالضبط حجم وشكل التغير المناخي؟ التوقعات المناخية ما تنجمش تتنبأ بالمستقبل بصفة قطعية في غياب علمنا المسبق بالقرارات اللي باش ناخذوها في السنوات المقبلة. يا أخي، ما نجموش ناخذوا قرارات كان ما نكونوا على يقين باللي باش يصير؟ لا، سبق وخذيناهم مكتفين بالحقائق والتجارب اللي عشناها. هذا ورغم محدودية علمنا بالتغيرات المناخية تصرفنا ونجمو نتصرفوا. نغيروا، نعم، أما شنو؟ في الواقع ما يلزمناش نتجاهلوا التغيرات المناخية وأثارها. التوقعات المناخية رغم أهميتها ما نجموش نبنيو عليها استراتيجية، أما تنجم تعاوننا على التخطيط. وهكا أي برمجة أو مشروع تنموي نفكروا باش نعملوه في المستقبل لازم نقرأ حساب التغيرات المناخية ومدى تأثيرها عليه. من النتائج المحتملة للتغيرات المناخية حصول خلل في نمط تساقط الأمطار، معناها النجم نعانيه من الجفاف أو الأمطار الطوفانية، وساعات ينجموا يسيروا الاثنين في نفس المكان. كيفاش النجم نغيروا التخطيط الترابي ونحافظوا على المرونة متاعنا وقدرتنا على مواجهة التحديات؟ وكيفاش نتأقلموا باش نحميوا اقتصادنا المحلي ونوفروا سبل العيش الكريم للسكان؟ المدن الساحلية الكبيرة في جميع أنحاء العالم مهددة بالتأثيرات السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية القصوى. شنو الاحتياطات اللي ناخذوها في تخطيطنا العمراني باش نبعدوا المدن هذه على كوارث ممكن تكون حاصلة؟ كيفاش نتأقلموا بكيفية فاعلة وناجعة؟ وضع مقاييس واضحة كما القضايا المستعجلة والتكاليف والاعتبارات السياسية والاجتماعية اللي باش تعاوننا في التأقلم. الوقاية من الفيضانات، تحسين خدمة التطهير، إصلاح الأراضي الرطبة، والعناية بالشريط الساحلي. التكيف مع التغير المناخي عملية تعليم مستمرة، ولازم ديما يكون موضوع حوار ونقاش على جميع المستويات. برشا موارد ومعلومات موجودة على الانترنت تنجم تعاونكم، كما سي اي جراس، المنظومة العالمية والإقليمية لدعم التكيف مع التأثيرات المناخية. لازمنا نقصوا من انبعاث غازات الاحتباس الحراري ونعرفوا كيفاش نتكيفوا مع أثار التغيرات المناخية ونمروا للفعل اليوم قبل الغدوة.
لازمنا نقف مع بعضنا ونشاركوا صناع القرار ونعملوا على تحسين المعرفة حول موضوع التغييرات المناخية والتحسيس بضرورة تكيف المجتمع. الخطوات الأولى اللي ذكرناها مهمة جداً. نستعد اليوم الحالة طارئة محتملة أحسن من اللي نلقاو رواحنا غدوة في وضعية سيئة. كل شيء تقال، نبدأ في الفعل، نتأقلموا.